ليشرف على افتتاح أشغال دورة تكوينية في الصحافة الإلكترونية بالمركز الدولي للصحافة. يعكس حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشاط من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون وتعزيز الاحترافية والمهنية المقترنة باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة. ومن هذا المنطلق فإنني أود أن أؤكد أننا نعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة إلى جانب باقي وسائل الإعلام والاتصال في الدفاع عن مقومات ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا. وإذ أتمنى في الأخير التوفيق للمشاركين في هذه الدورة التكوينية حول الصحافة الإلكترونية، أؤكد لكم استمرار قطاع الاتصال في تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة أسرة الإعلام والاتصال على المستويين المركزي والمحلي. كما لا يفوتني عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة أن أتقدم للجميع وبخالص التهاني والتمنيات بالتوفيق وبمزيد من الإنجازات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.